تتواصل الانطلاقات واشواطنا في استمراريه جميله. ميدان دستور احد فروع واذرع تحفه الميادين في المرموم في الميدان الذكي ينطلق في سن الحقائق في هذا اليوم. لا زلنا في اشواط الانتاج والمنتجين في هذه الانطلاقات. ينطلق الشوط السادس يحمل الجعدان الحقائق يتقدمهن ويقودهن الاسد. الاسد القرين بن علي بالقرين العامري يتصدر المجموعه ويقود المشاركين بينما يلي بالمركز الثاني النصر. النصر خميس بن فايل بن راشد لعويسي ياتي في المركز الثاني بينما المركز الثالث ثالث المراكز هملول وعلي بن مطر. علي بن مطر بالساحر الاكتبي يتقدم على المركز الثالث. أما المركز الرابع فوصل في هذه اللحظات سراب لعبد الله بن ثعيل بن حمد الهايري يتقدم في هذه اللحظات على المركز الرابع. أما المركز الخامس هناك التقدم في هذه اللحظات على المركز الخامس. ما يهاب محمود بن حبيب بن محمد الرضا يتقدم على المركز الخامس. بينما المركز السادس أشوف النايف حمد بن عامر بن حمد بن عصان المنصوري في المركز السادس. أما المركز السابع مشاهدين الأعزاء هناك ينطلق في هذه اللحظات ويتواصل مشاهدين الأعزاء مياس مشاهدين الأعزاء ومحمد بن عتيج العميمي يقدم لنا مياس في هذا الشوط. وصل بالطير على المركز السابع وهذا غيث مشاهدين الأعزاء سلطان بن مسلم بالطير العامري. المركز الثامن من الجانب الآخر تدخل زيدان وذياب بن غانم بن حمودة الظاهري يتقدم. المركز التاسع أشوف وصول مشاهدي الأعزاء من بداع محمد بن ضعيف بن حمد بن غدير يقدم بداع. والمركز العاشر تواصل في هذه اللحظات مرموق لسعيد بن طرشوم بن راشد المهيري. هكذا مشاهدينا الاعزاء الانطلاق وهكذا المسار للعشر المراكز الاولى من الجعدان. اعود الى المراكز الاولى ال1200 ويتصدر الجعدان في هذا الشوط النصر محالفه. النصر يا خميس بن فايل بن راشد لعويسي يتقدم المشاركين يتحدى المنطلقين. بينما المركز الثاني ياتي في هذه اللحظات سراب وعبد الله بن ثعيل بن حمد الهايري يتقدم على المركز الثاني. اما المركز الثالث غدوم من الاسد لقرين بن علي بالقرين العامري ياتي في هذا الانطلاق على المركز الثالث. اما المركز الرابع فاشوف مشاهدي الاعزاء زيدان يتقدم ذياب بن غانم بن حمود الظاهري يقدم زيدان في هذا الانطلاق. بينما المركز الرابع ياتي شعار بضعيف مع بداع محمد بضعيف بن حمد بن غدير في المركز الخامس. هذه الخمس المراكز الاولى من ثم عوده مره ثانيه الى المراكز الاولى وال600 متر الاخيره والنصر هو من محالفه. النصر والناموس والفوز حتى هذه اللحظات. يا سلام النصر. خميس بن فايل بن راشد العويسي يسيطر على مقدمة الشوط يهدي السلامات لأهالي السلطنة. ولكن هنا بالقرين على المركز الثاني الله يا الأسد القرين بن علي بالقرين العامري يتقدم مشاهدين الأعزاء يتقدم على المركز الثاني ويقدم تسلل جميل ورائع. المركز الثالث زيدان ياتي في المركز الثالث. ذياب بن غانم بن حمودة الظاهري على ثالث المراكز. الأمتار الأخيرة روح يا بالقرين روح الأمتار الأخيرة واصل انك بن حمودة. ولكن لا زال مسيطر مشاهدي الاعزاء الاسد وسلالة الاسد العريقة على المركز الاول القرين بن علي بالقرين العامري. المركز الثاني زيدان لذياب بن غانم بن حمودة الظاهري على المركز الثاني. الامتار الاخيرة ويعلم بالقرين الفوز ويهدي السلامات لاهالي العين. تهانينا على هذا الفوز. بينما المركز الثاني زيدان لذياب بن غانم بن حمودة الظاهري على المركز الثاني. بينما المركز الثالث من وصل في مشاهدي الاعزاء النصر لخميس بن فايل بن راشد العويسي. والمركز الرابع مشاهدي الاعزاء هذا هو غدوم من قبل مكلف لخليفه بن سالم بن سعيد بن حلوكه. والمركز الخامس الوسمي ل
الوسمي الصغير أو صقر بن هدوب بن سعيد العمري يتقدم في المركز الخامس. أعود إلى التوقيت الزمني مشاهدينا متابعينا الكرام في هذا المسار، وهذا من أعلن الفوز في هذا الشوط، وتقدم الأسد القرين بن علي بالقرين العامري. تهانينا والناموس على هذا الفوز، وسلام العين سلام على هذا في هذا الصباح الجميل. 4:37.6 من الثانية توقيت مشاهدي الأعزاء، اللي هو سلالة الأسد العريقة والجميلة. بينما المركز الثاني زيدان وصل في المركز الثاني، ذياب بن غانم بن حمودة الظاهري 4:38 بالوفاء والتمام. تهانينا والناموس للشعار الاقتصادي الحاضر دائما في عالم الأصالة. بينما المركز الثالث، ثالث المراكز وصل فيه النصر لخميس بن فايل بن راشد العويسي، قطع المسافة في 4:38.6 من الثانية. تهانينا وناموس للجميع الذين فازوا في أشواط صباح هذا اليوم، وتهانينا على هذا الأداء. كل الشكر والتقدير والمحبة والاحترام للزملاء سالم خليفة، سعيد بن راشد العويسي الذين علقوا على الأشواط الممتعة قبل قليل. أعود إلى حضراتكم مشاهدينا الكرام.